الحساب بتحب تنقطهم بشي؟ ما بيكفي الحنفية عم تنقط. قديش الحساب؟ بس 341 ولك خصم 35% بصيروا 453. قول 600، هاي فاتورة ب 800. صحن حمص ب 800 مع بصلة ولا مسجل بالليستة خمسة بدون بروجرام. وبعدين ملاحظ انه مشروع الحنفية مكلف. تمديدات حنفيتكم بتنتهي هون، بس تمديداتي من هون بتبلش، وما بعرف من انو اسطر رح بطلع لكم. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. لا 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 يا عزمي بيك نترجاك. لا 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 ما تعملنا شوشره بالسجن. لا 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 إيه ما بدي نشيد وطني مشان حنفية. انت بتعرف بولينج؟ شو؟ اذا موطني يا سيد الاوطان. لا 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 عفوا تفضلوا. اللي بيسمع بيقول انقلاب. بعلمي كنا لابسين وطالعين على السهرة، شو يلي ذكروا بالحنفية ما بعرف. ماما ردة فعل طبيعية بعد اللي صار. يا انسي شو ردة فعل؟ سبب المختار ومقتحم بيت رئيس البلدية، اخذ المخططات ومتهجم على صاحب المشروع. رأيك ما معه حق. تعرفي مين صاحب المشروع؟ بعرف. ومين ما كان يكون يا انسي هذا هيك. وبابا هيك. هاي مشكلته. وليه مش مشكلتكم؟ اللي بيعرف بيعرف. مشان يرضوا هالكم واحد يلي مثله بيقهروا 100 مليون. المهم كيف بدنا نعالج الموضوع؟ بتعرفي اني بتمنى ساعده لاني بحبه وبحترمه، لكن في مشكله المذكره. عزمي بيك مستشار وبيحق له يتقصى عن اي شيء. كان مستشار واستقال. انت ما تبلغت رسميا باستقالته، نحن اللي خبرناك. لذلك بتقدر تخلي سبيله على المادة 82 وتعديلاتها. بلادي 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 لك حبي. تفضل يا عزمي بيك. لوين؟ إخلاء سبيل. على أي أساس؟ على المادة 82 وتعديلاتها. على التعديلات ما بطلع. سبب؟ لأنه التعديلات والاستثناءات كلها بخوشة للقانون. يا بطلع على المادة ذاتها يا قاعد هون. بلادي بلادي بلادي